على بعد أسابيع من مفاوضات منتظرة بين المغرب والبوليساريو وبدعوة من الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية يوم الرابع والخامس من دجنبر تحضرها الجزائر وموريتانيا، وفي خطوة غير منتظرة نشرت جبهة البوليساريو صواريخ أرض جو بعيدة المدى قرب الجدار العازل في الصحراء. ووفق مصادر مقربة من البوليساريو عن مسؤول في الجبهة فإن هذا القرار تم اتخاذه بعد نقاش طويل بين قيادي البوليساريو الذين اتفقوا على التصعيد ضد المغرب. وحول ما إذا كانت هذه صواريخ إدانا بالعودة إلى حمل السلاح ضد المملكة، ذكر مسؤول في الجبهة لشبكة ضمير المقربة من البوليساريو أن هذا الإجراء يهدف في المقام الأول إلى إثبات أن قوة ما أسماه الجيش الشعبي لتحرير الصحراء جاهز للقتال بشكل كامل، وأنه يستطيع حماية المجال الجوي الصحراوي على حد تعبيره. وتابع المسؤول ذاته في هذا الصدد أن الجبهة تشجب مرور طائرات أجنبية، محذرا شركات الطيران التجارية التي ادعى أنها قد اخترقت المجال الجوي الصحراوي. واستدرد المسؤول بالقول: لقد أرسلنا رسائل تحذيرية إلى هذه الشركات وعملائها لحثهم على عدم المجازفة بأي مخاطر وتجنب دخول مناطق النزاع المسلح في المستقبل. وحذر القيادي في الجبهة الانفصالية أنه إذا لم يتم حل النزاع فإن أي مغامرة طيران في الإقليم سيكون لها عواقب ونتائج كارثية.